بكم من جديد أعزائي المشاهدين في فقرة الركن الفنون. فقرة اليوم هنتكلم عن تأهيل الجداريات بصورة عامة، كذلك تأهيل جدارية أكبر جدارية في مركز الشباب أم درمان. وسعيد جدا أنه يكون معي ضيوف في الاستديو، الفنان التشكيلي الأستاذ سيف الرحيمة والأستاذ عمر محمد عبد الباقي مقرر لجنة الموسيقى بالمركز. مساء الخير عليكم. مساء النور عليكم. مساء النور. بداية حنكون معك يا أستاذ سيف، وكلمنا عن اللي هو ثقافة الجداريات عموما في السودان. مرحبا بكم بعد الثورة. مرحبا بكم ومرحبا. حقيقة زي ما ذكرت، هي ثقافة الجداريات هي ثقافة قديمة، ولكن في السودان يعني بدأت انتشارها مع بداية الثورة. والتحية من هنا لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، لهم الأثر الكبير في إنه الناس تشتغل جداريات. هو طبعا هو نظام شغالين به في معظم الدول. الشباب هو طبعا نظام فن حديث، برا الناس بتشتغل بالبخاخات، بتشتغل بالفرشة. فزي ما ذكرت في السودان هو يعني بدأ من بدري، لكن مع بداية الثورة الناس كانت بتبدأ بالشعارات، الدعوة للمواكب دي كانت البداية كده. بعد جاءت الحتة بتاعت الشهداء، أول مع صوت أول شهيد بدوا نترسم الشهداء الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. نعم. وبعد ذلك انتشرت الثقافة. جت فترة الاعتصام بتاعت القيادة العامة، فكل الفنانين التشكيليين لقوا نفسهم في الاعتصام، كان في مساحة، المساحات طبعا بتاعت القيادة العامة وكل الأماكن الجنبها، فالناس بدأت تعبر عن الثورة، توثق للثورة من خلال الجداريات. جميل. بعد ذلك انتشرت في بقية هذا التعبير بيكون عن طريق الرسم والألوان، ولا في طريقة تانية يعني للرسم عموما؟ وطبعا نحن ما بنقدر نحصر الجداريات دي في أسلوب واحد. أي فنان طبعا له أسلوب، له أسلوب أكيد، لكن من عبر اللون، عبر الخط، في فن الجرافيتي كمان ده بالبخاخ. نعم. فالناس بتستخدم كل الخامات، كل الألوان، كل أنواع الفنون. بعد ذلك أي فنان بضع البصمة بتاعته عشان يعبر عن الشيء داير يقوله عبر الجدارية، بيستخدم مختلف الألوان ومختلف التعابير. جميل. أستاذ عمر محمد عبد الباقي، كلمنا اللي هو عن المركز واهتمامه بالجداريات اللي هو في المركز، داخل المركز عموما، بمعنى انه هي موجوده فيه اكبر الجداريات اللي هو في المراكز، او عموما اللي هو الجداريات في ما بعد ثورة ديسمبر يعني. نعم. تحية لقناة سودان 24 خصيصا، وهي تكبدت المشاق وسجلت لنا حضور جميل باهي في المركز، ولكل مشاهدي قناة سودان 24 ابتداء. بالنسبة للفكرة بتاعت الجداريات انطلاقا وبدورنا كلجنة موسيقى في مركز يوم درمان، الفكرة يعني منبع سابق يعني من فترة. نعم. من فترة طويلة جدا. نعم. ابتداء يعني المسارح، شغلنا مع التشكيلين وتحديدا أستاذ رحيم وربنا يديه العافية، كان في تنسيق لوجود تشكيل داخل مركز يوم درمان تحديدا في كل جدار. الفن منبعه ما محدد بحاجة معينة. نعم. هو متجانس مع بعض بالنسبة للغناء أو الرسوم، الجانب التشكيلي. الفكرة حاجة مختلطة يعني. نعم نعم نعم. الفكرة كانت في تجانس وتآلف بين الأساتذة، ومشكورين كثير لأنه دعمونا ووقفوا معنا وقوف يعني كبير جدا. وحاليا جاري العمل في مركز يوم درمان لتغطية كافة الجدران. نعم. بتشكيل له علاقة وطيدة بالثورة وشهداء ثورة، ونحن نطرحهم اليوم من مكاننا ده، والعزاء للأسر كلها. جميل. عندنا تقرير كاميرا السودانية 24 كانت بالمركز، خلينا نشوف التقرير ونجي راجعين نتم بقية الحوار.
والله حنبدأ إن شاء الله أو بدينا في تأهيل كل المراكز من غير استثناء، لكن بدينا بمركز شاوم درمان عشان مركزنا يعني وشعبتنا إن شاء الله، لكن برضو حنبدأ بالجداريات البرة أولاني حتى نخش على الشعبة. والله هو طبعا الدعوة عامة لكل التشكيليين، لكن نحن بصفة خاصة نحن بدينا كأعضاء في المركز كتشكيليين، نحن وعلى رأسنا أستاذ سيف الرحيمة طبعا، وبعد ذاك الناس نحن بدينا لينا كم يوم في الدعوة وبدينا مبارح في الشغل باشرنا. فأسي زي ما انت شايف الكاميرا بتجيب انه في شباب لبوا الدعوة لأن أصلا منتظرين الحاجة دي من زمان. والله هو ما في جهة معينة دعمتنا، لكن دعمنا المركز بنفسه، مركز شوام درمان هو داعمنا، والشباب والله ما مقصرين، سامع ساون وبروفات وبغيروا لنا المود وظريفين، بيرفعوا معنا السقالات، بدونا بوهية، يساعدونا يعني في الحاجات اللي بيقدروا يعملوها يعني. ده مركز شباب درمان سيد المراكز، فحقيقة نحن زي ما يتكلموا أو يتفضلوا الناس القبليني إنه الجداريات دي أخذت فترة كبيرة يعني، حتى شكلها بقى قديم شوية كده، فقمنا عملنا شكل جروب في الواتساب وعدد كبير من الشباب اللي هم أساسا يعني من كلية الفنون، فجوا الحمد لله وبدوا الشغل في الجداريات، والحمد لله جات الأستاذة رانيا ذاتها، رانيا الهادي، وأستاذ رحيمة، وعدد كبير جدا من الشباب. يمكن المركز الوحيد في السودان اللي هو بيكون يوميا في منتدى، يعني في منتدى العوادة وفي منتدى الشعراء وفي المنتدى بتاع النجيلة اللي هو الآن الجدارية بتاعت اللوحة دي اللي عملها، نحن نحيي الفنان التشكيلي اللي عمل اللوحة اللي هو محمد مركز. مركز الآن طبعا في السعودية وهو هو موسيقي وهو فنان تشكيلي، يعني من ضمن أعماله الموسيقية اللي هو عمل بعد ما فت خلاص بعد غرام توبة، شوفوا الزمن الذنوبة بتاعت جبال النوبة دي. فاحنا نحيي محمد مركز في غربته ووطن بتاع التراث، طبعا واحد من المنتديات الموجوده في مركز شام درمان، وطبعا المنتدى بيتعامل اسبوعيا وبنستضيف كل اسبوع ولايه. زي ما شفنا تقرير أستاذ سيف، التخطيط للجداريات ولرسم الجداريات أو إعادة تهيئة الجدارية، كيف كان تم وكيف تم الموضوع ده والتناسق، وحتى يعني قال الأستاذ قال إنه كان عبر الواتساب، تعليقك وتوضيحك على الموضوع ده؟ في الحقيقة يعني الفكرة كانت مبادرة مشتركة بين إدارة المركز وشعبة الفنون التشكيلية بمركز شباب درمان. نحيي السيد المدير أستاذ خميس، عنده رؤية لإدارة المركز، فمن ضمن الرؤية بتاعت إدارة المركز إنه يتم إعادة تهيئة المركز من كل النواحي. فطالما مركز شباب درمان هو بيئة خصبة للفنون ومركز بيفرخ فنانين وشعراء، فلازم المركز هو ذاته في نفسه يكون مهيئ، يكون ملهم للفنان البيجي، للزائر البيجي. فعشان كده تمت المبادرة مشتركة بفكرة من المدير وشعبة الفنون التشكيلية، نحييهم من هنا فردا. الأستاذة رانيا الهادي، الأستاذة مدثر عبد الله، وليد السيد، محمود انجية. نحن كشعبة فنون تشكيلية موجودة في المركز مع إدارة المركز نبعت الفكرة بأنه يكون المركز ذا جاذب. فمن ضمنها يعني إعادة تأهيل الجداريات الموجودة أصلاً مع إضافة جداريات منا نحن رواب نطرحها لإدارة المركز. الجدارية هسي شفناها هذه رسامة زي ما ذكروا الفنان محمد مركز، نحييه من هنا بالغربة. فبدأنا باهي اللي هي طبعاً جدارية ضخمة جداً 20 متر في 10 متر، فبعد ننتهي منها بنمشي على بقية كل الجداريات. أستاذ عمر، كلمنا عن أهم النشاطات اللي بتكون في مركز شباب أم درمان بالأخص. يعني مركز شباب أم درمان باعتباره شيخ المراكز في السودان، كانت الفكرة بالنسبة للمنتديات اللي هي بوجود جروبات داخلية موسيقية
ومركز يوم درمان طبعا خرج كثير من الفنانين، على سبيل المثال للحصر الراحل الأمين عبد الغفار، أستاذ تاو ربنا يواليه ومتعه بالصحة والعافية، وكثير من الشعراء والموسيقيين. يعني الزمن لا يسعى لحصرهم. بداية المنتديات كانت أفكار لم نكن حاضرين، لكن امتدت وبقى موجود حاليا أثرها يعني، ونحن واصلنا على نفس النسق. في منتديات أسبوعية بتصير بشكل مرتب، اللي هو منتدى المركز نفسه، ده بيكون يوم الاثنين يبدأ الساعة 8 مساء، بيكون فيه تقديم لأعمال مسموعة أو خاصة على حسب النوعية بتاعت والمجال مفتوح لكل الفنانين. زائدا منتدى الثلاثاء، وده منتدى مسمى بمنتدى العوادة، والتحية على كل القائمين على تمكيننا انه نحن ذاته نقدم شغل فني مختلف، شغل بتاع اوركسترا كامل زائدا شغل بتاع عود يعني تحديدا. في تعاون كان من قبل المراكز الاخرى يعني في الدخول اللي هو لمثلا اللي هو تدشين او تاهيل هذه الجداريات للمركز بتاعه؟ التعاون صراحه بين مراكز ما موجود، في يعني عدم تواصل بين المراكز في الفتره الحاليه. لكن نحن جاهدين انه شنو، انه يكون في تواصل في الفتره الجايه وتنسيق مع كل المراكز، ابتداء بالاعمال، استضافه بتاعت منتديات، استضافه بتاعت مناشط اخرى. عشان نقدر ننسق ويكون في توأمة بين جميع المراكز. بالاضافه لكده في نقطه مهمه، انه في احتفاليه حتكون في الغريب العاجل، ودي حتكون دعوه لكل المراكز في جميع انحاء السودان، اللي هو احتفال باليوبيل الذهبي لمركز يوم درمان في الايام القادمه. والتحيه من هنا للقائمين على الموضوع، على راسهم الاستاذ عبد الرازق شيخ العرب، والتحيه تحيه موصوله ان شاء الله لمدير المركز استاذ خميس، ودوره يعني ما قصر معانا تماما في جميع الاعمال الفنيه او خلافه. جميل. استاذ سيف، نرجع لك ثاني، اللي هو الهدف من اللي هو تاهيل هذه الجداريات، او ليه انتم اخترتوا مركز شباب ام درمان بالاخص يعني؟ في الحقيقه مركز شباب ام درمان لانه نحن الشعب اصلا موجوده فيه. نعم. يعني المجموعه اللي انا ذكرتها، استاذ رانيا على وليد السيد، محمود انقيه، عبد المدثر عبد الله، والاضافه لهنا، نحن اصلا شعوبه موجوده داخل المركز. فمن الاولى ناهل بيتنا اول، بعد ده بنمشي على بقيه المراكز يتم التعاون زي ما ذكر استاذ مطحاني. يلا بعد ده نحن اصلا عندنا رسالات برضه دايرين نوصلها، يعني الجداريه دي انت عندك رساله بتوصلها، دايرين من خلال المركز نوصل رسائل للتعايش السلمي، دعم السلام، ونحيي من هنا كل القائمين على السلامة اللي وصلونا المرحلة دي. فنحن دارين نوصل رسالات من خلال الجدارات في مركز شباب ام درمان، ومنها بعد الناس بتبقى ثقافة بتنطلق لبقية المراكز وبقية الأحياء والمدارس والرياض كلها. جميل. في بالنا. جميل. الميزانية اللي انت يعني قمت بها اللي هو إعادة التأهيل، يعني هل كان في ميزانية من جهة معينة، كان في دور جهة معينة لأنكم تدعمكم لإعادة التأهيل للمركز كذلك؟ والله في الحتة دي تحديدا يعني أنت لو ما طرحت السؤال ده كنت حقول يعني. أوكي. الحتة الدعم الميزانية دي يعني الشغل ده بدأ يمكن من اعتصام القيادة العامة. الفنانين التشكيلين ديل كانوا بيحسوا بالظلم والضيم الفترة اللي فاتت، فدارين يوصلوا إبداعات من دي ما كان لاقين مساحات، فبيقوم يخلي شغل الجداريات، بيعملوا الجداريات دي من مجهودهم من جيبهم الخاص، يعني كل الشيء اللي كان بيتم في الجداريات دي ما كان في جهه معينه بتدعم. خلينا في مركز شباب ام درمان حقيقه وصراحه يعني ما في ميزانيه لا مرصوده لا من وزاره الثقافه، لا شباب، لا رياضه، لا اداره مراكز، ده جهد ذاتي من اداره المركز وشعبه الفنون. نحن شغالين عمل طوعي
بنأدي في شغلنا زي ما ذكرت قبل، دايرين نوصل رسالة، دايرين نوصل رسائل معينة، دايرين نأهل بيتنا، فما بناخد عليه أجر. السيد المدير ما قصر، يمكن بمجهوداته الذاتية ببعض التبرعات استطاع يوفر لنا المواد، وجزء من الحد الآن نحن هسي يعني ما عندنا المواد اللي بنأهل بها كل الجداريات دي، لكن الشيء الموجود البسيط اللي عندنا ده قلنا نبدأ به، وبعد ذاك الناس بعد ما نصل النص ولا الناس بيشوف بعد ده بيتم من وين إن شاء الله. أستاذ عمر، كلمنا عن اللي هو هل التأهيل بيشمل المركز عموما ولا هيكون عموما في أم درمان كلها يعني؟ طيب التأهيل الجداري، نتكلم عن جانبين، الجداري والجانب الفني أو الموسيقي. الجانب الجداري حيكون امتداد، وذكر أستاذ الرحيمة إنه ابتداء بمركز أم درمان، حيكون مرورا بجميع المراكز في العاصمة، ولو سنحت الفرصة إنه حتى الولايات جميع أنحاء السودان إن شاء الله. في النهاية يعني الغرض واحد، هو توصيل رسالة فنية معينة. بالنسبة للجانب الفني، الأعمال حتكون مطروحة ابتداء بمركز أم درمان كذلك، وباعتباره كما ذكرنا شيخ المراكز في السودان، حيكون في منتدى النجيلة، وهو منتدى توقف لأسباب خاصة، وجاري العمل الآن على إعادته لسيرته الأولى وأفضل بإذن الله، وحيكون إن شاء الله في الفترة القادمة تم الدعوة لجميع المراكز، ونحن من هنا برضو بنوسع الدعوة أكثر لكل مستمع للموسيقى إنه يكون حضور للمنتدى بتاع النجيلة وجميع المنتديات في مركز يوم درمان. مركز يوم درمان مفتوح لكل الناس، وكلنا بنطلب الدعم المعنوي قبل أن يكون إنه مادي، نحن نطلب الدعم من الجميع. حيمتد العمل الفني حتى يشمل جميع المراكز وجميع في السودان قاطبة بإذن الله إن شاء الله. أستاذ سيف، كلمنا مع بعد الجدارية أعمالكم المستقبلية. ما بعد الجدارية، أنا زي ما ذكرت إحنا دارين هي المركز والشعبة، مشاريعنا طموحة جدا، نحن دارين نوصل ثقافة الفن التشكيلي لكل الجيل الجاي. عندنا دراسة شاملة بتشمل أول حاجة فتح فصل لتعليم الرسم والخط العربي داخل مركز شباب درمان. بنستهدف أطفال المدارس، التلاميذ في فترة الإجازات الصيفية، وبنستهدف الناس المواهب اللي عندهم موهبة في الرسم، في الخط، في التلوين، حتى الزخرفة، طباعة الثياب، كل الأعمال الفنية دي حنفتح فيها فصل داخل مركز شباب درمان نأهل المواهب دي. عندنا المساهمة في كل المسابقات اللي بتجي في التشكيل داخل السودان وخارج السودان، يعني الفكر طموح جدا، لكن هسه نحن في الفترة الحالية بنهيئ في المركز يكون بصورة مقبولة، بعدها بنقدم باقي مشاريعنا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر الفنان التشكيلي الأستاذ سيف الرحيمة، ونشكرك جزيل الشكر الأستاذ عمر محمد عبد الباقي مقرر لجنة الموسيقى بمركز شباب أم درمان. نشكركم، شكرا. إذن مشاهدين الكرام، بكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من 24 جرات. تلخيص لهذه الحلقة اللي هي في الفقرة الأولى، فقرة ترند، كان معنا الأستاذ هشام الإدريس، تكلمنا عن المشكلة الإنسانية والصحية التي أصابت مدرسة ود كوبير بالقضارف. وفي الفقرة الثانية تكلمنا عن اليوم الدولي للفن الإسلامي مع الأستاذ مسؤول القطاع الثقافة والتراث من منظمة اليونسكو. وفي الفقرة الأخيرة ركن الفنون، كان معنا الأستاذ الفنان التشكيلي سيف الرحيمة، والأستاذ عمر عبد القادر مقرر لجنة مركز شباب أم درمان. نلتقيكم غدا مع فقرات جديدة ومختلفة ومتميزة. نلتقيكم.